تواصل الاجيال. تواصل الاجيال يعني لدينا جيل الرائد وجيل الوسط وجيل القادم المبتحر. ويمكن كنت اتكلم الان مع الاستاذ احمد والاستاذ ممدوح والاستاذ عماد مهدي. الاستاذ عماد مهدي على فكره مشرفنا في هذه الانشطه، والاستاذ محمد، حول التلميع الاعلامي للشاعر او صناعه النجم سواء كان شاعرا او غير شاعر. وجدت ان من انا قلت رايي ان ممكن الانسان يعني كل يوم بيقدر ياكد معلومه معينه غير معلومه تؤكد في ذهنه. يعني اعلام كل يوم قاصد ان يحط معلومه معينه في ذهن المتلقي المشاهد. الشاعر الفلاني ببدا المعه. فالاستاذ محمد ناصر قال يعني ان ممكن، الاستاذ محمد قال ان ممكن دي لغاوي ممكن على الوقت تروح ويبقى. الاستاذ احمد صاحب فكره هنا دور نشر جميله معانا. الاستاذ ممدوح قال لا، يعني المفروض ان يبقى المبدع بيفضل مبدع والا ما كانش في داعي ان نستغله ونستعمله. عاوز اقول ان مبدعين كتير جدا تم اكتشافهم بعد رحيلهم بمده نتيجه الصناعه او نتيجه الاستاذ عاطف السبروت، عارف ده كويس جدا لانه بيلعب لعبه الاعلام برضو كفنان تشكيلي وفنان اديب. يعني قد كده انت لما تاكد على شاعر معين، على ممثل معين، على كاتب معين، على بائع سلع معين، تعمله رواج اعلامي ودعايه واعلان وتسوقه اسمه تسويق، ده بيبقى له ثمن تاني جامد جدا. يعني واخد بالك، يقول لك عندك كتاب. انا افتكر جدا ان احنا كشعراء مره كان في مطبعه عمل حوالي 1000 نسخه من كراس له مواصفات معينه، فحب يسوقه ما لقالهوش سوق. فعمل ايه؟ راح لمكان يعني بيبيع الاشياء دي وقال له تحب تشتري دي وتستخدمه؟ قال له لا، انا ما اقدرش اشتري كراسات بالشكل ده، مش هتلاقي سوقها معايا يعني. قال له خليها. فوت اسبوع، وبعد اسبوع بعت له واحد قال له انت هتروح تقول لصاحب المتجر ده او صاحب الدكان ده او صاحب المحل ده، والله اقصد محمود ده حصل، وريني عاوز اشتري كشاكيل او كراسات مسطره معايا. نكمل في الاسبوع الجاي. المهم بدل الراجل راح يقول له وريني الكشكول ده، وريني لا الكشكول ده، هو عارف ان عنده ايوه زي ده بالظبط. راح قال له ايه الكشكول ده والكشكول ده والكراسه دي، لغايه لما وصل قال له في حاجه ممكن تشوفها؟ قال له اه. قال له بس هو ده انا عايز دي، عندك منها قد ايه؟ قال له والله هو دي اللي موجود 5 6 بكتير يعني، لكن ممكن اجيب لك. قال له انا عايز ده، دي ممتازه جدا، دي جايبها منين؟ وقعد يمدح له في السلعه دي. بدا التاني يسحب من الاخ اللي كان عنده ده، وبدا يسحب بدل ال 10 بقوا 100 بقوا 200، وده بيبعت له من ان لاخر، واحد يسحب 5، واحد يسحب 2، واحد يسحب 1، بيشجعه برضه يعني منه وله، لغايه ما عملوا وسيله ان اشياء ثانيه او ناس ثانيه بدات تسال على الكراسه دي، مش عندكم منها في مكان ثاني، فبداوا يطلبوها منه، وبدا يحصل عمليه تسويق. ده في علم التجاره او في كليه التجاره بندرسوه على اساس ان هو تسويق، علم التسويق. انه الباشمهندس محمد مباشي عاشق السنباطي واحمد رامي. المهم هذا الجو من التسويق موجود في الشعر برضه، بدليل ان الناس اغلبهم ما تعرفناش لا كلام ولا شكلا ولا موضوع، لكن احنا محسوبين على حركه الشعر في الاسكندريه كوجود في الوقت اللي فيه. لما يجي يقول لك ايه في الشغل مثلا، انت تعرف بيرم التوتي لان نتيجه الغناء وصل، تعرف ليه ما تكتبش اغاني؟ يعني هو الشاعر نظر الراي العام السائد مش كل الناس يقول لك ايه ليه ما بتكتبش اغاني؟ وهو معتقد ان الاغاني دي هو الشاعر الواصل، شاعر مشهور، ومش عارف ان هو في حاجه اسمها التجربه الشعريه بسماتها الفنيه اللي بتخلد الشاعر في اتجاه معين، وفي نفس الوقت او في الوقت نفسه في ما يسمى بالكاتب الاغنيه او مؤلف الاغنيه، ده شيء وده شيء، لكن هو بيجري ورا الشهره.
بيطبخ على الشهر. فاذا احنا في الفن عموما، الفن الفنان او الشاعر بخاصه كلون شعري، مهم جدا ان هو يكون مؤمن بقضيته الفنيه الابداعيه. اذا اخلص لها خلط الزمان، اذا لم يخلص لها وجرى ورا الشهره والشهره اتحت له ابوابها، فتحت له ابوابها، يبقى خير وبركه. لكن انا عاوز اقول مثلا لما نيجي نلاقي واحد زي محمود درهم التونسي، الزجال الكبير جدا، هتجنن يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن غير لبريد، والاعمال الرائعه اللي كتبها، اصبح رائد فن الزجل، جمع ما بين الموهبه وربنا اعطاه الشهر. لكن على المستوى المثال بقى في الامثله الاخرى او الشبيه الاخر مفتقر. يعني لما نيجي نقول مثلا هنقول لك انا زجل على غرار اللفظ اللي حضرتك بتقول يا استاذ محمد، لما يقولوا من فيكم ما اتمناش يبقى اهبل لو ساعتين، من فيكم ما اتمناش يبقى اهبل لو ساعتين، ده العاقل ما بيسواش في زماننا ده قرشين، حركاته عليه محسوبه، جه امتى او راح فين، ونفكر وغلط نوبه يقفوا له قضاه صفين، ما هي اصلي دي دنيا تلخبط، بتخلي العقل يخبط، وانا ليا حق استعبط، من فيكم ما اتمناش يبقى اهبل لو ساعتين. ده لون من الوان النقد الاجتماعي، وصورة مفارقة جميلة جدا ما بين شخصيتين وزجل. زجل هذا اللون كتب بمقاييس الفن الزجل الكاملة. ايه فن الزجل الكاملة ده؟ الاعتماد على اللقطة المخالفة، لقطة مغايرة. يعني ده الاهبل ده بينتقد الحياة. إيه دي تنفع زجل. ماشي. طيب لو زجل تاني، واحد يقول لي طب ما ممكن واحد يقعد قدام البحر يتأمل ويكتب زجل، ما يبقاش زجل حلو. ان هنا محتاجه تفكير موقف فكري، ده ينفع للشعر اكتر، ينفع للشعر العاميه اكتر، ما ينفعش للحظه الزجل، ان الزجل بيعتمد على اللقطه الحياتيه او الموقف المغاير، وهذا الموقف تتخذ منه متكئ تسخر فيه وتتهكم او تعرضه، ثم تضع له حل او تتركه امام المتلقي لكي يتعاطفر معاه ويفكر فيه. ده فن الزجل كله. من ايام ابن كوزمان اللي هو عبد الله بن ابو بكر بن كوزمان، اللي لما بدات القرن ال 17 واختلف حول ناس فن الزجل، لكنه اشهر من نسب اليه فن الزجل. حتى الان فنون اخرى بدات تظهر. اذا عاوز اقول ان الفنون وليده الحاجه اليها. يعني الشعر هو الانسان بدا في الشعر يحاكي الطبيعه بالشعر. بعد الشعر ظهر اشياء كثيره على الوان الشعر موزونه ومكفاه والوان كثيره جدا، الى ان وصلنا الى الوان ما يسمى بالفنون السبع، الزجل والمويه والدوبيت والموشح والشعر الاصلي وهكذا. النهارده بقى اكثر من سبع، ان كل يوم بنبتكر اشكال جديده ومضامين جديده. لكن يبقى المبدع، المبدع الصادق سيستمر في الزمان والمكان. المبدع غير الصادق هو اللي غربال الزمن بيصفيه، بيقع من غربال الزمن في السكه. ده حقيقي، يعني انا ما اقدرش انسى في خضم ما نقول كل هذه الحركه الشعريه العربيه بخاصه، لا يمكن ان تغفل واحد زي احمد ابو الطيب المتنبي. تمام؟ هذا الشاعر الجليل العظيم في حكمته وتامله وفلسفته وابياته الجامعه المانعه في الشواهد الشعرية الخطيرة جدا. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صممه. أبيات كثيرة جدا، لكن أحمد بيك شوقي مثلا، هذا الشاعر الذي جاء ففجر ما يسمى بالمسرح الشعري العربي بعد أن أتى من أوروبا واستقى منهم فكرة المسرح الشعر. أشياء كثيرة جدا، لسنا في محاضرة شعرية ولكن في أمسية شعرية ممتعة. وانا لما افتكر عودت عيني على رؤيات لاحمد رمزي، احنا كنا بنتكلم في اللي بيشرحه المشاعر، فتبص تلاقي مثلا ايه اصل احمد رامي يقول لك ايه، ومهما شفت جمال وانا ما وزار خيالي خيال، انا بنكشك. اصل الاستاذ محمد غباشي اتصل بيا قال لي انا وقعت على كنز أعمال أحمد رامي كاملة. هو من هواة جمع الأعمال الكاملة للمبدعين، أحمد رامي كاملة. وما شفت جمال
مزار خيالي خيال، انت اللي شغل الباب بس مش انت يعني. واخد بالك، عودت عيني مش كده ولا ايه؟ اذا الكلمه الصادقه ستستمر، والكلمه التي لا تليق لن تستمر، ويجب التعامل مع ما يقدم من تجارب شعريه بمصداقيه شديده جدا. احسنت احسنت، انا هقول لك طريقه الفنجان دلوقتي. يعني قصيده قراءه الفنجان لنزار قباني، اسمه نزار قباني مش نزار، ده طائر من الطيور السماويه، طائر يظهر حالك في السماء دائما. نزار لما يقول لك جلست والخوف بعينيها تتامل فنجاني المقلوب، هو استدعاء لاستشراف حاله غيبيه. هي قصيده سياسيه مش عاطفيه، خلي بالك استاذ رضا، دي قصيده سياسيه، قصيده تتامل بالوضع المجتمع العربي الغير مطمئن. نزار قباني جابها فحولها قصيده عاطفيه. جلست والخوف بعينيها تتامل فنجاني المقلوب، يعني رؤيته للمستقبل في الاوضاع الحاليه ايه؟ قالت يا ولدي لا تعزل فالحب عليك هو المكتوب، انتمائك للوطن. ثم بعد كده ان اشياء كثيره جدا في القصيده. قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب وهكذا. نعود للشعر والشعراء، وبدايه انا ارى مجموعه طيبه من الشعراء، وسيحضر الان ايضا مجموعه اطيب من الزملاء الشعراء، لكنني استهل هذا اللقاء بشاعر احببت فيه القدرة على التجديد في الكلمة اللي اتكلمنا فيه، اللي قلنا ايه اذا كان احمد رامي شاعر التشريح المشاعر، تشريح